جلسات الاستماع من أجل عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس تنطلق أخيرا. النقاش الأول يستهدف الإجابة عما إذا كانت إدارة الرئيس بايدن من خلال الوزير أليخاندرو مايوركاس هي مقصرة في حماية البلد من موجات الهجرة غير المسبوقة عبر الحدود الجنوبية ومن جرى عن ذلك من ارتفاع في أعداد الجرائم والمجرمين وضحايا الإدمان والاتجار بالبشر بحسب أرقام يتفق بشأنها أغلب الأمريكيين. الجمهوريون الذين شرعوا في إجراء العزل بعد استكمال تحقيقات موسعة اعتبروا أن الوزير مايوركاس يعتبر مسؤولا عن تردي الوضع في الحدود الجنوبية وذلك بسبب رفضه تطبيق القوانين التي أقرها الكونغرس بحسب الجمهوريين منتهكا بذلك القسم الذي أداه من أجل حماية البلد من موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين فاق عددهم 3 ملايين شخص منذ تولي مايوركاس منصبه 250,000 فقط خلال شهر ديسمبر الماضي. أسباب العزل استكملت كل العناصر وهي متعلقة بسوء الإدارة، ما يؤدي إلى مساس جدي بنظامنا السياسي والدستوري. سلوك وزير الأمن الداخلي يستوفي بسهولة شروط العزل. وذهب خبراء ومسؤولون استقدمهم الجمهوريون في جلسات الاستماع إلى القول بأن الوزير مايوركاس ارتكب جرائم وجناح كبيرة بسبب فشله في الالتزام بالقانون متذرعا بحجة عدم كفاية الموارد في وزارة الأمن الداخلي. الحقيقة هي أن تأمين حدودنا ليس في قمة أولويات الجمهوريين، لو كان الأمر كذلك لقدموا لحرس الحدود ما يحتاجونه. ما يقوم به الجمهوريون هو مناورة لأغراض سياسية، غير أن القائمة الرسمية النهائية للتهم الموجهة للوزير مايوركاس لم تحدد بعد وقد تتطلب المزيد من النقاشات. نقاشات قال خلالها الديمقراطيون إن إجراء العزل يحمل مقاصد ومذاقات سياسية تستهدف حكومة بايدن في موسم انتخابي حاسم. ديمقراطيون آخرون اعتبروا المسؤول الأول عن أزمة الحدود الجنوبية هم جمهوريو الكونغرس الذين رفضوا إمداد الوزير مايوركاس بالوسائل والأموال والأفراد لمواجهة أزمة الهجرة في وقت اعتبر فيه جمهوريون آخرون أن عزل الوزير مايوركاس بلا فائدة طالما بإمكان الوزير بايدن تعيين شخص آخر قد لا يختلف عن سابقه. وفي المقابل يفضل نواب اليمين الجمهوري العمل على إغلاق حكومي لإرغام حكومة بايدن على قبول التغييرات التي يريدونها فيما يتعلق بمسألة الهجرة إجمالا. خليل بن طويلة، الحرة، واشنطن.